كان الإنسان أكثر شيء جدلا، وأتهاءلوا إنك متت يا ابني، متت. أنتوا شفتوني بعيونكم إني متت؟ لا لا، نحن سمعنا سمع. يا عيني عليك، وهلا شو شايف؟ أنا ميت لما عايش، دسني. شلون بدنا نجيب له حرمته وهي على عصمة رجال تاني يا سيدنا؟ طريق للمعصية والعياذ بالله. لا، واللي قال عنه أدق رقبة إنه هدد وتوعد إذا ما لبينا له طلبه راح يطلبها من أبوها بالطريقة المناسبة. لا، هيك زودها كتير يا سيدنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. خير يا جماعة، شايفكم على بعضكم. نسوان الحارة ما هدي وهن رايحين وجايين عم يباركوا لي برجعتك بالسلام. شو ابني عبد الحي لسه ما رجع؟ لا، ما بقى الا يرجع. ايه، قبل ما انسى، خي اجى ابن عمك خالد لعنا مشان يعزمنا على فطور بكره لعندهم. ايه شو عليه، نتشرف امي. ايه بس انا قلت لحالي بتكون رحت لعند ابن عمك عمر عزريبه وهو بذات نفسه عزمك. والله انا اليوم ما رحت لعند عمر بنوب. يعني ما فتحته بموضوع الأمانة؟ أنا ما فاتحه أمي، هو لازم يجي لعندي وفاتحني بالموضوع ويقول لي خود هاد حقه. يو، قلت لك إنه مطنش على السيرة ونسيانة من أساسها. أنت لازم تدق الحديدة وهي حامية. إيه وحياة عينك، فت لك بأعضوات الحارة بباب، رح خليهم هن يركضوا وراي ويفتحوا معي سيرة الأمانة. شلون يعني تقبرني؟ بكرة بتشوفي يا مو، بكرة بتشوفي. قد وقدود تقبر طولي. اي ما بكون المخرز اذا ما خليتهم يشوفوني بمنامهم. بيطلع لك تشكو القاسي. لكن انا تروح مني حرمتي وتموت الامان بقلب ابن عمي عمر على مرأة ومسمع مين؟ كل اعضوات وجهات الحارة ولا واحد منهم حرك ساكن. اخس اخس عرجال. يا الله لا يخلي، إذا مالي مرمر كل اللي شهدوا جوازة حرمتي وطنشوا على الأمانة. روح، ربي يقويك على كل من بيعاديك يا حق. اخس عرجال اخس، يعني لو متت عن حقها كانت راحت الأمانة. وقال شو؟ كلهم حاجين لبيت الله الحرام وما بيقطعوا فرض صلاة. بسيطة يا مو بسيطة. عن إذنك تقبلني، رايح أشوف الطبخة على النار. عاملت لك أكلة بس مشكات، رح تاكل أصابيعك ورا. شو هالحكي؟ بسيطة يا عمار، بسيطة. خدي يا مسعدية، زقي هالصحون على السفرة. يلا تكي مرت عمي بس مشان ما يتشوط اللبن. طيب رح أحط لك ياهم هون. ها، ما هيك؟ ما بتعرفي قديش بمهيص مرت عمي؟ حسبي الله ونعم الوكيل من دج وكلاب هالمرة. لكن ما بتعرفي انه عم يشتغل بزريبة من اذان الصبح لقريب المغرب وعم تقولي عنه عمي مهيص؟ لك شو بدي اعمل فيكي؟ قال طول عمرك يا زبيبة. ايوه مرت عمي، مو محرزة يطلع خلقك من شان هالكلمة. ايش وكفرنا لا سمح الله؟ يبعت حمى للساني زلت لسان. هلا اسكتي بلا ما يجي عمر يسمعنا عم نتناقر. زي هالصحون على السفرة، حركي. يا على عيني، اللهم اني صائمة. لك
حكمنا شلون نتعامل مع هالمرأة، لك قاعدة بحضننا وعم تنتف بدقنا. يا لطيف ذكرنا القط عم نط. عم نقول يا الله ما تردوا. اتفضل، ما عندنا حدا. يا أم سعدية إذا إجا خالد خليه يجي يودي لي هالسكبتين للجيران. شرف خالد أفندي، عمل مثل ما عم تقلك أمك. هو هو علينا، لسه ما وصلنا. سمعاني مرت عمي، سمعاني، عم ينفخ كل نفخة بتطبخ طبخة. لو عرفان كنت بعتوني ما كنت اجيت لأدان المغرب. تعي يا مو، تعي خليهم خليه يوديهم بعجلة تقبريني. يلا تعي. اي لا تقبريني، تعي انت قلي له، قال ياك احلى من تمك احلى. تعي يا مو خالد، تعا تقبرني ودي هالسكمة للجيران تقبرني. يا امي انا جاي من الشغل هالكان ولسه بتستقبلوني انت ومرت اخي على روحي. تعا ودي سكمة لفلان وسكمة لعلان، ايش مفتكريني لساتني ولد صغير؟ شو هذا خالد؟ عم ترفع صوتك على امك؟ وعم تتنمرد وتقول لا؟ قسما بالله العظيم إذا بسمعك مرة تانية عم ترفع صوتك على أمك لا أبرك مطرح مالك واقف. لا تقبرني عمار، تقبرني، أنا الحق علي يا مو، صايم وتعبان، تقبرني لأني بعده 100 مشوار. لك يا أمي شو بده ينفع صيامه هذا إذا كان عم يعلى صوته على صوت أمه؟ شو بده ينفع صيامه؟ ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. اسكتي محراك الشر، هلا تذكرتي إنك حافظة القرآن الكريم وصاحب الدين يا بعدين؟ اللهم إني صائم. ولك يا مخلوقة ربك، أنا كم مرة منبه عليكي ما تتدخلي بيني وبين أهلي؟ هلأ رح تعملونا نائر نظير عند المغرب، اصروا الشر وصلوا على النبي لك ابني. اللهم صل على محمد وآل محمد. تعي يا أم خالد، خذ السكبة، وحدة لأم عبدة وحدة لأم حمدة تقبرني. تأمري يا مولاي. روك! أيوة مرت عمي، بكفي السكبة لأم عبدة، أم حمدة بعمرها ما سكبت لنا. اللهم جيبك يا طولة البال، اللهم إني صايمة. خلصت مالك أمي، خلصت خلصت خلاص. أنت اعملي اللي بدك إياه، لا تردي عليها، ما بتعرفي يا سعدية يعني عقلاتها هيك جوزتين بخرج. الله يرحم أبوها، كانوا الناس يحكوا على كرمه، بس هي طالعة بخيلة لأمها، ما بتجوز عليها إلا الرحمة. يا اللهم أرضى عن كرم جوزك يا بعدي. خلصت مالك سعدية، روحي من خلتي. إيه رحنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أمي عمتي مصدق ماني شايفها، وينها؟ لسه ما اجت تقبرني، معني كركت عليها طول شهر رمضان بدها تفطر عنا. ماشي، انا هروح جيبها واجي. شو بدها ترمضن لحالها يعني بقمع راسها؟ يا ريت انالو لخالد يجيبها بطريقه. لا امي لا، انا بروح وبيجي براسي بجيبها، وتشوفني ما حتقلي لا. متى صار الشيء؟ اليوم بالنهار. هو عم يحكي عن جد ولا لأنه مقروب مشعوذ؟ بجد من كل أهله يا معلم عمر. وبكلامه في تهديد وعيد. إيه؟ أنا من ساعة ما فات لعندي مشان أحلل له دقنه وجرى بيناتنا هيك حديث، قلت الله يجيرنا. وكلوا الله يا جماعة. هو صعيب يضوج وبينرفز وبيعصب، بس من جواته قلبه أبيض مثل النفجة. عم نقول لك الزلمة حامل جمرة الغضب بقلبه وهددنا وقال بالحرف الواحد، إذا ما منرجع له مرته رح يتصرف مع أبوها. شيء. والزلمة أبو نوري مو لقيان دفشة مثل ما بتعرفوا. وبصراحة المخرز لما بده يتحيوان بيتحيوان. لذلك حبينا نخبرك شو جرى بيناتنا حديث معه اليوم. هيني يا جماعة، هيني هيني. أنا بحكي مع منه وراسي راسه، وبعدين بلتقى لألف حلي. ويلي عليكي كتر الدلال يا حلوة انزلي، وما بنزل ما بنزل يا دادا ما بنزل إلا بحلق الماء. يلا سعدية ما خلصتي لبس؟ لو كنتي عروس كنتي خلصتي. ايه مرت عمي يلا رح اخلص. يو شو هاد لك سعدية؟ لو كنتي رايحة على عرس ما بتتزوق في الشنشلة بالدابك. حتى أورجي فاطمة خانم إنه المعلم عمر الله رضيان عليه بجوازته مني. يا لطيف شو غيورة مكيودة لك سعدية؟ إيش مفكرتيني فاطمة هاي الحي؟ الله أنا سعدية خانم بنت الحسب والنسب. أخدتي شقفة الفستان معك مشان حطها عندي هدية ونحن راجعين من الخطبة؟ إيه مرت عمي حطيتهم بالبقجة هاي.
أصبح حطي شقفتي مع شقفتك، مو حرزانة نحط كل شقفة ببقجة؟ سعدية عينيني سعدية يبعث لي حمى مرت عمي شو بكيت شو صار لك قاعدة يبعث لي حمى ليش هيك لونك الخطاب ما بعرف شو سمنا عليك تصدح حمى سعدية خالد يا خالد يا لأمتي يا خالد ايه 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 يلا جاية 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 شو بك ليش عم تعيطي مرتخي ليش خير 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 يا مو خير شو بقى يا مو هلا بلا أسئلة وأجوبة روح جيب المزور يلا بسرعة يلا يلا يبعث لي حمى عليك يا مرت على قلبك شر إن شاء الله قلتك شو اللي طرحني وحل مفاصلك سعدية هذا كله من الصيام يا مرت عمي نهار طويل والدنيا حرائي وانتي ما بتكني ولا بتهدي من السحور للفطور البيت بده مالك بنتي صحتك بالدنيا تقبليني خلاص من هلأ ورايح ما بتدقري غرض بالبيت تتركي شغل البيت كله علي الله يرضى عليكي ويطعم خلفي صالحة يا رب رح ساوي لك كاسة ليموناد على بين ما تجي أم زهور الله يبارك مين المعلم عمر؟ شلونك عمي عبد الحي؟ اهلين وسهلين بالمعلم عمر الله يرضى عليك الوالد هون؟ ايه موجود تفضل تفضل شرف روح قول له انا على الباب روح ايه لعيونك يلا لعيونك. عمي يلا يلا عن حقا شبه مرت عمي فاتت عندي مثل الصلاة وعن النبي وعين الله عليها يا أم زهور بلاقي لك ياها لنحلت مفاصلها وما عاد حسناني تلقى حالة ولا على أمتي اضرب أنا وينها هلا بغرفتي فوتي كل شي هاقية معارفية وين فايت أنت التاني شو يعني وين فايت بيطمن على أمي كمان هي بدها سينو شي استنى لتكشف عليها أم زهور صرت قد الشنتير وكمان بدك تقعد بين النسوان ما عم بفهم ليش مرت أخي عملت لي ناقردي ما عم بفهم يا بس بيني وبينك يا أبو المخاريز يعني تخيني شوي تخيني شوي إنك تطلب من الأعضاوات حرمتك بعد كل الزمن هذا تخيني ليش مو تخيني إني أرجع الحارة ولاقي حرمتي متجوزة وابني ملحوش هون وهون وكل الله شو ملحوش ما شاء الله عنا الوالدة ربته أحسن تربية طالعات لك يا رجال بنحسب له ألف حساب بس جوازتها تخيني لك عمار تخيني كتير هلا قيمنا من السيرة الله يرضى عليك خلص طويلي صفحتها إلا مع جناب أنت كان علمك عند ربي لك مخرز يعني غبت كتير خلص اللي صار صار الحرمة هلأ على عصمة رجال تاني يمكن صار عنده أولاد أخي أنا إذا كل ما بدي أفتح السيرة مع عضو من الأعضاوات بدي أحكي معي الحكي خلص أخي أنا ما بدي أنا برجع حرمتي بمعرفتي شلو؟ ما دخلك هاي شغلتي اللي عم تقلي الحكي؟ عم بقصد هاي شغلتي وما بدي مساعدة من حدا لك هاي فاهمني شلون؟ شلون؟ بدي اطلبها من ابوها لك شو رح يسوي لك ابوها شو بيعرفني هي شغلته بكر الله بقى يحكي معقلك عمك ابو نوري رجال مسكين على قد حاله ما رح يطلع بيده شيء بالعكس هيك شغله رح تسبب له مشاكل لا له قدها وما له فيها اخي هالشغله الها عندي حل انت لا تاكل هم لك ابن عمي انا جاهز اعطيك المبلغ اللي بدك اياه يكفيك جازة وغيرها منيح أخي أنا ماني بحاجة حدا ولا عم أطلب صدقة من حدا ومين قال لك ناي صدقة؟ أنا ابن عمك خي البي الله يرضى عليك تعتبر هذا المبلغ مني نقوط إلك أخي أنا لما بدي أتجوز بتجوز من كدي وعرق جبيني أنا ابن عمك ومثل أخوك والله منعم علي وغامرني بكرم وجوده وانت عدم مؤاخذة راجع جديد من الحبس وطياب سنين طويلة وأيام سوداء يعني حي الله بني آدم مطرحك بده يكون على الحديدة لا من السنة والشرع وبكل الأعراف والأديان المفروض علي فرض أني ساعدك ووقف جنب منك بقى وين عم تعمل لي يا صدق وحسن لك مخرز شو قلت بالك ابن عمي بعين الله بعين الله لا إله إلا الله أنت كمان استهدى بالرحمن وروق لك أخي وهدي حالك الله يرضى عليك
ومعك من هلا لبكره. فكر على ميت مهلك، وبكره بمعيتك معيت الله بتشرف لعند مني على الفطور، وهالشغله هي بنحلها من شرشه نيه هيك قبل ما خارز. بيصير خير عمار، بيصير خير. لا اله الا الله، رحمه ابوك وابي تحت التراب. انا كل همي انك ما تظهر قدام العضواتك مخرز، بس كمان عدم المؤاخذه يعني، شغله انك تطلب حرمتك بعد غياب كل هالسنين، هاي شغله ما لها حل، وتعجيز بتعجيز، ومو حلوه هيك حركات بنوب بنوب بنوب، مو حلوه. خالتي منزور عم استناكي برا انا مشان وصلي. الحمد لله شغلتها دوخه مو اكثر لك سعديه. طيب من شو الدوخه يا عم زوري؟ الصيام من جهه، والسن له حق لك سعديه، يعني حماتك ما عادت صغيره. خلص ما عاد تعبها من اليوم ورايح. وانا والله لو ما كان عندي ولادي لكن ضليت قاعده حدها، بس المسكينه من على بكره الله وهي عم تطلع، وما كان ربي يفرج عليها. الله يقومها بالسلامه. امين يا رب العالمين. ام زهور، اذا رحت انا ومرت عمي على خطبه فاطمه بيأثر عليها شيء؟ إيه لا تقبريني، ما بيساي بتتنشط بتسلى وشحوا البيت خطوتين. إيه انت مو جاي على الخطبة ام زهور؟ ان شاء الله اذا ولدت الحرمة والله فرجها عليها رح اجي. يلا خالتي يلا، يا امشي يا اما فوتي احكي جوا. يلا تقبرني ماشي خاطرك. يلا شرفي. تضرب شو الكيود وغيور. مرت عمي ليش طلعتي؟ خليكي قاعدة جوا. لا خلي جوا. تقبريني انت تعبانة ولازمك رياحة. لا خليني اقعد بالليوان انشط لي تقبريني. طيب مثل ما بدك. شوي شوي على مهلك تقبريني. على مهلك. هلا رح جيب لك كباية مي مع شوية ما زهر ترتاحي عليهم. الله يرضى عليك يا سعد. الحمد لله الدوخة عم تروح شوي شوي. هلا بتتنشطي بالمي الباردة والمازهر؟ يبعث لي حمو. بلتيلي منهيتي بالمي، سبحان الذي خلقك شو معجوقة. بزمتي بزمتي نعم على قلبي، من خوفي عليكي ما عاد اعرف شو بدي اعمل. الله يرضى عليكي يا سعدية. ان شاء الله صرتي احسن مرت عمي، شايفة اللون رجع لوشك. ايه راح دوخة شوي الحمد لله. لازم ما تتركي حالك من هلا ورايح. خلص بدي اقول له لابن عمي ياخذك على الخستخانه وشح قريب علينا. ما في الله لك سعديه، ما بدي لا حكيم ولا حدا. ايه بس هالحركه صارت جايتك اكثر من مره بهالكم شهر مرت عمي. نسال الله حسن الختام. اصبح بلاها روحتنا على الكتاب. يلا معلش بكره بنعتذر من فاطمه وبنقلها شو السبب. مو كثير حتزعل. لا لا اسمنا لبسنا، خلينا نروح. مو حلو لك بنتي، عزمونا الجماعة، وبعدين اسمه جوزك عمر عطاك إذن ووافق. يلا وأنا بمشي على مهلي. بس قبل ما نطلع ما بدي وصيكي، صحت الظاهرة إنك بتضايقة منها. بوسي فاطمة وباركي لها من كل قلبك، الشغلة كانت كلها ولدني بولدني لك بنتي. كلامك على عيني وراسي مرت عمي، ولو اني كل ما بتذكر شو قالت عني هالمقوصه فاطمه النار بتهب بقلبي. هي تتحورق ان شاء الله. قال يا حوينه المعلم عمر فيني، قال للشبني انا بتتشبه لجمالي. يلواه الواه. الله يرضى عليكي، ما لي قدراني على الاخذ والعطاء، الشغله كلها كانت من الغيره. عليم الله يقدر صانع عليكي جاذب ما في منه بكل الحاره، وخاصه وقت تكون عن الرحمن جايكي. مرت عمي هالحكي من قلبك ولا جبران خواطر؟ من قلبي. يلا خلينا نمشي. اتك بس لجيب ملايتي. يلا حبيبتي. يا الله يا رب. بقى سيبناها شغلة ابن عمي المخرز نطوي صفحتها ان شاء الله. قول هيك بكره بمعيت الله ومعيت وحضوركم عند مني على فطور بنحلها من شرشاه. هذا اللي بدنا يا معلم عمار. الله يخليك، الدنيا رمضان ما بدنا عيوب مشاكل وما بدنا يتعرض لابو نوري. الزلمه ما له قد المشاكل يا جماعه. اكل الله سيدنا تلح عندي. خلاص تركنا هالشغله الك. إيه؟ يلا عن اذنكم انا وسيدنا الشيخ عبد الحق بدنا نروح نلاحق كتب كتاب ابن اخي سليمان. ايه عبال عندكم ان شاء الله. السلام عليكم. الله معكم حاتي. وين رايح معلم عمار؟ بدي روح عندي شويه حسابات بدي اخلص منهم. اسمه الحريم باللازمه تبع المختار. وانا حريمي بنفس اللازمه. اصبح تعب نكسبك على كاس الشاي تعال. لا مانع سيدو بنروح. احسن ما انبز لحالي بالبيت مثل القرد. على سلامتك ابو احمد. علي فاز. السلام عليكم.
والمهدي يا اختي؟ مهدي الليلي عنده سقاية بأرض كيوان يا اخي، اذا عاوزه بتلاقيه هنيك. الله يعطيك العافية. لك يا مهدية. مين؟ لك أنا المخرز شبك. مخرز؟ أهلين وسهلين ومرحبتين بأبضاي الحارة. بن مهلي، شو هالزيارة هي؟ عليب الله زارتنا البركة. الله يديمك يا رب. شرف شرف. يلا شرف. لك داء خلقي، قلت لحالي إجي زورك. مرقت على البيت قالوا لي الحريم عندك انك طلعت على الارض. قلت يا ولد احمل حالك وطلع شوفه لمهدي. علي الجيره علي الجيره، نوري طرفه عين اعمل لك احلى كاسه شاي اكرك عجب. الله يديمك. أهلين وسهلين بزعيم الأبضايات. الله حياك. بحريماتي شرفت. الله يديمك يا مهدي. أهلين عمي المخرز. ديري هالدمعة. إيه والله من يد ما نعدمها. أهلين وسهلين. شلون؟ الله دمعة. شلونك لك مهدي؟ شلون شغلك؟ الحمد لله مستورة. الحمد لله رب العالمين. حدا عم يضايقك شي؟ باطل. أماني ها، إذا حدا عم يضايقك قلي. وحياة هدول بليلة ما فيها ضوء أمان، بمسح له سجلهم الحكم دارية كلها. كفو يا أبضاي كفو. شو أخبار الحارة؟ بيني وبينك أنا من لما مسكت الأرض خفت مشاويري على الحارة كتير، ومقضي أكتر وقتي هون بالأرض. عملت عين الأعل أريح لك. وعلى قولة الميمي الله يرحمها، كون عن الناس مجانبة، كل الناس حيايا وعقاربة. قولتك أخي أريح لراسي. وإذا الناس ما تركوك بحالك لك مهدي شو بتعمل؟ ساعتها بحط الشر بين عيوني وبقول له للشر تعال الشتر. بري عليك. لك مهدي شو رأيك بابن عمي عمار؟ لمعلم عمر. ايه لمعلم عمر قدعوا أبضاي وصيته واصل للسماء بالكرم والجود. مزبوط. ابن عمك وانت أدرى فيه. بيني وبينك أنا بعمري بحياتي ما تعاملت معه، بس كل الناس هيك بيحكوا عنه. ايوه بصراحة كل الحارة بتحلف في حياته. ايه ليش لا يا بي ليش لا؟ لكن كأنه بتمك حكي أبضاي. إذا في شي براسك قول، قول وأنا خدامك. لك لا ما في شي، ما في شي، بس أخ، أخ. بس شو أبضاي؟ قول، قول وأنا خنجرك يعلم الله. بدي أسألك، سمعت عن موضوع الأمانة شي؟ أنو أمانة؟ لك الأمانة. فهمت الأمانة أبضاي، بس أمانة شو؟ بعدين بعدين، بعدين بحكي لك. ليش مو هلا؟ لك قلنا لك بعدين. إيه بأمرك أنا بأمرك. لا تخبي يا بضاي لا تخبي، ورحمة الوالد في شي مكركبك وشاغل فكرك. باين علي هالشي لك مهدي، ما هيك؟ باين علي. قول مين مزعلك لأحرق لك الأخضر واليابس. عندك للسر مطرح بير ماله قرار. في ناس ضحكوا على الوالد بغيابي وخلصوا خابي الدهب. باطل. مثل ما عم قال لك، مين هدول محتالين على الوالدة لجيب لك خبرهم من بكرة؟ ولا مصيبة لك مهدي، هدول الناس من عظم الرقبة. يا باطل.
لكن ليش شايفني مشلول؟ شو مقروض؟ وماني عرفان شو اعمل؟ ليش؟ طيب قول مين هالناس يمكن ساعدك. ابن عمي عمى. شو هالحكي؟ مثل ما عم اقول لك، ولك حدا بيصدق انه ابن عمي عمر اللي هو بمثابة اخي من لحمي ودمي، ولك يعمل هيك عمله؟ بصراحة إذا بتبلع ورق المصحف للناس ما حدا بيصدق إنه المعلم عمار آكل حقوق الغير. ها؟ شفت؟ والعمل أبضاي. ما بعرف كيف بدي آخذ حقي من ابن عمي. أهلي عمي أبو حاتم، شرف تفضل. يا الله يا ميت أهلين وسهلين معلم. هلا يا ابو احمد شرين. شو مستك عالي اليوم ابو حاتم؟ ليش ما دريت شو صاير اليوم لك ابو احمد؟ خير. كان لي مشوار صوب الحكمداريه وهي جيتي من هنيك. ايه علقت لك علقه والعياذ بالله. يا ساتر. جماعه من البشر واقفين قدام السرايا وعم يصرخوا ليسمعوا جناب الوالي مطالبهم. يا ساتر. وبعدين انت حاكم الشام وانت المسؤول امام الله عنا وعن عيالنا والغلا وقلة الخبز والدنيا رمضان وما بيجوز ومن هالحكي وعلى اتقال. وشو كان رد الوالي ابو حاتي؟ وضلوا يصرخوا الجوع كافر والدنيا رمضان، بدنا نلبس، بدنا نعيد، بدنا ناكل. ايه اكلوا نخنان اشرابتون. هذا الكلام بنحكى للوالي اكيد سرقنون كلهم وانفرمت رقابهم. صدقني كل شيء موجود يا ابو احمد، الرزق موجود وبكتره. ليش انا قلت غير هيك؟ بيني وبينك التجار والدكنجيه والبوايكيه ما بيصدقوا امتى يجي رمضان لحتى يخفوا الرزق ويرفعوا الاسعار. والله عم تحكي درار يا ابو حاتم. دخلك لما الوالي سمع الكلام للناس شو عمل؟ شو سوى؟ طلع وقال له روح اشتكوا للقاضي. الناس حملوها بارده سخنه وراحوا على المحكمه. لوين راحوا؟ راحوا على المحكمه. وبعدين قاموا طلعوا لهم جماعه القاضي مشان يفرقوهم بالعصي. قاموا الناس شو عملوا؟ صاروا يحاجروه ولا جماعه القاضي؟ قام القاضي امر جماعته يضربوهم بالبارود. يا دافع البلا، يا دافع البلا. وقامت القيامه ساعتها. ولي منيح لي نحن بعاد عن السرايا. ونقتل واحد من الأشراف، واحد من المغاربة، ونقتل واحد دوماني كمان، وانجرحوا كتير من الخلق. الله يرحم شبابهم على هالموت بهالعيد. والناس ما قصروا كمان لك أبو أحمد، هجموا على المحكمة ونهبوها وحرقوها وقتلوا باز قدار وثلاث أربعة من الضابطية. شو هالعيدية يا أبو حاتي؟ معلمي أنا واصل شوي على المطحنة، بدك شي من هنيك؟ لا بس لا تعوى. بأمرك معلم. السلام عليكم. هاتي عمي مرت عمي، هاتي عمي. مو حزانين تقبلين رح يخلصوا؟ بالله ارتاحي مرت عمي. شو شايفتك فرفحة بهاليومين؟ ايش لو ما بفرفح وفاطمة راحت من خلقتي وانخطبت وانكتب كتابها. الله يسعدها ويهنيها. يتنباع بالعزا هي وجوزها. لك بنتي الموضوع اللي ببالك منه كان ولدني بولدني مو أكتر من هيك. ولدني إن شاء الله المسخ اللي يمسخها. بدها تسرق جوزي مني وولدني. فاطمة ولد لك سعدية. لما تجوزت جوزها الأولاني كانت لسه منطبقة 14 سنة. مرت عمي من شان الله لبقى تجيبي لي سيرتها. ما بعرف شو بيصير لي وقت بسمع باسمها. هلا شو ما كانت تقول لك بنتي تجوزت وراحت بحال سبيلها. سادي ما حلك تحفظي دقتي. لا ما بلا حافظ بس انا بحب ناخشك. يناخشك الهنا تشكلي قاسي. تفضل. السلام عليكي ام عمى. وعليك السلام. ايه طولتي علي. الله وكيلك كانت عندي وحدة دبقتني بفرد دبقة ما طلعت لطالعت الروح تبعي. لك فكي ملايتك شمري عن ايديك وخلينا نفوت على المطبخ. ايه شو عليه الف طلب مثل هالطلب. عنك مرت عمي. خاطرك جدي؟ طالما في جمع الليلة عند عمها
لازم ركب هالموضوع وفوت الأعضاء ببعضه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين وسهلين. أهلين بعمي الأخرس. شرف ارتاح عمي شرف. أهلا وسهلا. أنا ماني جاي زيارة طويلة، كنت مارق من هو، قلت لحالي فوت سلم على أبو حرمتي. يا أهلا وسهلا ومرحبا يا أهلين. بس الزيارة الرسمية رح تكون على أصولها لما بترجعوا لي حرمتي عن قريب بإذن واحد أحا. حرمتها؟ شلون صارت هاي بقى عمي؟ لا تقلي عمي لحتى تردلي حرمتي يا أبو نوري، الله يرضى عليك. بس البنت بعرف زوزت بغيابي لأني كنت بنظركن ميت، بس وينها؟ شحن يرجع طلع فيه ابني، أنا ميت شي. ولك بدي حرمتي بالغصب بالرضا بدي اياها. بس لك يا ابني أنا ماني مستعجل، شاوروا قعدكن أنت ومرت عمي وشوفوا كيف بدكن ترجعوا لي اياها على أقل من مهلكن. ها وشعني أنا عم أستنى. بس يا ابني أدال ولك بعدوا الحرمة ورميتوا ابني بالصقاية. وليد منين طلع لنا هذا المخرز؟ حاطط الشر بين عيونه وعم يطالب بشي مستحيل. مستحيل والله مستحيل. هاي بتكون بنت اختها الخياطة. أني خياطة يا أم عمار؟ ليش وصلنا أم سادي؟ الخياطة أمونة أخته للشيخ عبد الحق. إيه هلأ هاي بتكون بنت أخته للشيخ عبد الحق. خياطة ولا كل الخياطات؟ بزماني خيطت عندها ست ما بنسى قد ما كان راكز. خياطتها مو بس راكزة ومزوقة كمان. على كل مو هذا حديثنا هلأ. لكان أنو حديثنا؟ حديثنا عن بنت أختها. أنا وحدة فيهم؟ يو بنت اختها باهية يلي نكشتك عليها مبارح بالخطبة ونحن عم نرقص. ايه يلي ماتت امها وبعدين مات ابوها بنفس الشهر ولي على طول ربيت يتيمة الام والاب. وين ربيت هالمسكينة؟ عند خالها الشيخ عبد الحق الله يوفقه. ايوه عين الله عليها مثل ملبسة وان شاء الله ما يعدم بهالعيون الشهل ولا هالمبسم تبعها. تقول التم قد السمسمة ولا هالمنخار كأنه مو خلقان. مسادة اشتهيت اخطبها لابني خالد، شو رأيك؟ لساتها قد الفصعونة والبيضة ما فقست عنا، بعدين مدهرنة مواهية. اسألي عنا صبحية وازدهار وشوفي شو بيقولوا لك. هلأ بنت 14 سنة ما خليت من لسانك لك سعدية؟ أنفكر نخطبها لخالد نتركها سنتين ثلاثة وبعدين منجوزه، شو رأيك؟ وليش لحتى تقبريني تشربكي حالك من هلا؟ انت مستقله بهالسنتين، شو بدك تزقي لها هدايا واغراض وعيادي؟ استني عليها لتكبر لها شي شويه. ايه عم تحكي مزبوط عمتي ام صادق. بخاف تروح من ايدنا، مو كل ساعه بلتقى هيك بنتي ام صادق. ايوه مرت عمي، مو كل هالقد البنت حلوه رح تنزلي لي اياها من السما. البنت عاديه واقل من عاديه، بعدين باين تعب بتقصيره بدها تطلع زمكه. ايه هذا لسه عم نحكي حكي على المخلوقة، ما تصير سلفتك وبيتك، شو بتساوي فيها لك؟ ليش تسترجي تعملنا شيء؟ شو لها معها اساسا؟ بالله شو مرت عمي؟ انا مرت المعلم عمر وبدها تسمع كلمتي وتمشي تحت امري غصبا عنها. لما موته بيحكي هالحكي. لك تقبروني على هالحكي، هلا وصلت العروس لعنا على البيت وانصمضت لحتى تختلفوا وتتخانقوا، اشتغلوا اشتغلوا. شو هالحكي يا ابو نوري؟ مثل ما عم قال لك يا مختار، من وقتها لهلا بدني عم يرجف رجف. بسيطة ابو نوري بسيطة، عود. منين بسيطة يا مختار منين؟ أنت ما بتعرف المخرز ويباسة راسه وعناده. بعرف بعرف. هذا الزلمة وقت ينوي على شيء بده يعمله، بده يعمله ما في مجال. لا عم على السيرة. شلون بده يعمله؟ حرمة وصار لها متجوزة سنين، شلون بده يرجع يطالب فيها؟ عجبك يا ابو حاتم؟ ايدي بزنارك تبعدوا هالمخرز عني، انا مالي قده ولا لي قد حمله لهالزلمه، لانه الظاهر راجع وبده يتفشش بالعباد، كانه انا يلي قلت انه مات وجوزت البنت بالسرقه. خلاص انت طول بالك واهدى، انا رح بحكي معه ونحل السيره. يعني برايك ما في داعي احكي مع المعلم عمر ابن عمه؟
خلاص عم اقول لك اترك الموضوع، لما بيجي لعندك المخرس تاني مره قل له راح ارجع لك البنت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سايره سايره ابن نوري، وين شرد مخك انت التاني؟ سايره لبين ما نلاقي فتوى لأسير اللي طلعنا فيها. السلام عليكم. اه ابن حلال، هلا كنا عم نذكرك. خير ان شاء الله. هذا المخرس ابن عمك بده ياني ارجع له حرمته. حلا حلا يا معلم عمر، حلا اذا بتحسن تحلا. رح يضرب مدفع يا جماعة. بيجي عمي بيجي، لسه في وقت. معقولة ما يجي والعزيمة من شانه؟ إلا ما يجي، بس أكيد في شغلة ما خرته. لا لا لابد ما يجي، لابد ما يجي. قلبي عم يقول لي إنه عدم جيته رح تزيد الطين بلة والله. الحمد لله يا رب اللي ضرب مدفع. اللهم اني لك قسمت بك يا ام جاري كده وكلت على نفسك خافت سابت لك لركوزك ان شاء الله. لك بنتي استني لمد الاذان، اوه بدك تشربي؟ اتعش قلبي يا مرت عمي، من غير شي اليوم تعبنا زياده. معلش يا ام عمر تركيا، مدى ما دخل الوقت حل الافطار. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسلموا ايديك يا ماما. لحقونا بزبدية شوربة العرس تاني على السريع. سعدية سكتي لي زبدية شوربة هون بالخلف. عم اللي عمتي عاد اجا ابن عمك ولا لسه؟ لا والله لسه ما اجا. شرف شرف شيخي، تفضل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. والله ما حدا بيقول لا سلام على الطعام. ان شاء الله ان شاء الله توصلنا يا جماعه، تاخرنا عليكم. يا هلا يا هلا يا الله. شو وين المخرز؟ مالي شايفه؟ ما اجى؟ مو مشكلة سيدنا، مو مشكلة. سموا بالله ان شاء الله، سموا بالله. الله يزولها نعمة. صحتين وهنا يا بي. قلبك صحة يا مو. قلبك يا مو. يعني من بعد إذنك يا بي، مو حلوة ما تروح على العزيمة والأصل معمولة مشانك. هلا أنت مو بدك مصلحة أبوك بالأخير لك عبد الحي؟ معلوم بدي مصلحتك، بس الواجب واجب يا بي. الواجب واجب تجاه الناس اللي بتعرف الواجب يا بي. بس ولاد عمي عمر وخالد أبوك من يوم بيعرف شو عم يساوي، ورح يجي اليوم يلي تعرف فيه قديش كنا مخدوعين بولاد عمك هالنصابين. مخدوعين؟ لا تحكي عن ولاد عمي بهي الطريقة يا ستي. قولك مخدوعين ونص، وانت خليك بعيد عن هالموضوع ها، لأنه لساتك صغير على هالأمور. أيوة الله يسعد لي هالمساء اخي عبد الحي. اهلين رمضان. الوالد موجود؟ ايه موجود. ايه قل له انه عمي ابو حاتم عاوزه ضروري وعم يستناه بالديوان. ايه على راسي وعيني، تكي راجع لك. ايه السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام، شو صار معك رمضان؟ وينه المخرز؟ عمي ابو حاتم قال اللي بده الثاني بيجي لعنده. شفتوا؟ شفتوا يا جماعة شفتوا؟ معناتها كان كلامي بمطرحه لما قلت لكم عدم جيته على الفطور رح تزيدوا الطين بلة. استهدي بالله وطول بالك يا أبو نوري. اهدى يا أبو نوري ولا تضوج. شلون بدي اهدى وما ضوج والشي اللي عم يعمله المخرز بيضوج اللي عمره ما ضاج؟ هذا صار له كم يوم راجع الحارة وعم يعمل العمايل، شلون لقدام؟ اهدى يا أخي اهدى، خلصنا كل العضوات مجتمعين مشانك. طيب هي اهدينا، قولوا لي شو أعمل شو أعمل؟
شو رايك يا معلم عمار؟ زلمه مقروق. مقروق ارقى محرزه كمان. يعني مقروق من حدا من المداعي او من الحاضرين، مشان هيك حتى لهون ما عم يرضى يجي. وعم تجي معه بعد هالتصرفات يا معلم عمار؟ وكل الله عمي ابو نوري، الله يخلي لي اياك. انا ما عم اجي معه. انت كمان عمه، بتعرف عقله وبتعرف طبعه وبتعرف وين كان. ما بصير نجي على الزلمه هيك قبل ما نعرف شو في براسه. والله كلام المعلم عمر في زبده، لازم نعرف شو في براس الزلمه. إذا كان الرجال صار له غايب عن الدنيا 15 سنه، لازم يكون مقروق ومطوش. قليله غيبته عن الحاره؟ يا والله مو قليله بنوب. اخي خلينا نعرف هلا شو في براسه، وبعدين لكل حادث حديث. روح بلغ الوالد عمي عبد الحي الله يرضى عليك، قل له نحن بنجي براسنا لعنده. بيعيب الشوم منكم يا معلم عمر، بس روح عمي الله يرضى عليك، روح قل له نحن هون على الباب. روح. انتوا بتشرفوا وتشرفوا اسيادنا، بتشرفوا. عن اذنكم لحظه بس. لك يا ابني فهمنا شو في براسك. قول شو وجعك، قول، بلكي بنحسن نساعدك. صراحة عمي مالك حق تخجل ابن عمك المعلم عمر قدام المعازيم، وخاصة انه العزيمة كلها صارت مشانك بالاساس. مالك حق النوب. يعني مو لانه موجود بيناتنا، بس بصراحة المعلم عمر وولاد وسلاطين ما بيردوا له دعوة. بس لو بيعرفوها لحقيقته بيردوا له الدعوة شيته وما بيرموا عليه السلام. ومو بس هيك، رح يقطعوا صلتهم فيه على الاخر. اتق الله، انت عم تحكي عن جد يا ابني؟ ايه عن جد شيخي، وشحري عم احكي بوشه. عسكر رجال يبري حاله قدام الجميع. عم تمزح ابو المخارز؟ اكيد عم تمزح. انا ماني مصدق الحكي منوب اللي عم تحكيه على ابن عمك عمار. انا ما بمزح ابو احمد، من يوم ويومي بحكي جده على الملان. طيب شو شفت؟ شو سمعت عن المعلم عمر حتى عم تحكي عنه شروي غروي؟ اسألوه إلو. أقول لك مخراز، أقول لك شوف قدام الحاضرين، شو سمعت عني شي مزعلك بخليك تخبص بالحكي هيك؟ عم تحكي كلام ما بينزل بميزان ولا بينزل بعبان. لك لسه ما شفتك بتعلم الناس بعد غيبتك طويلة على الحارة. قدر أشوف شو شايف علي. أحكي. لا تغشم حالك وتفوت علي بواب لخم مثل ما انك فايت من العباد. ايه والله يرضى عليك. خوش انا لا بحب اللوفك ولا الزعبره. زعبره؟ وستين زعبره. لك اخي طالما ماسك علي كل هالمماسك هي، تفضل قول وفضفض قدام الحاضرين. قول يستر على عرضك، قول. واياك وسوء الظن. شو وجعك من ابن عمك عمر؟ شو شايف عليه لا سمح الله؟ انتوا ولاد عم، إذا حصل بيناتكم أي خلاف أو إشكال أو زعل لا سمح الله، نحن رقابنا سدادي. لا مختار، خليه يقول وأنا تحت الحق قدام الله وقدام الحاضرين. خليه يقول. أنت أدل كلامك عمار؟ لأهلك مخرز، مو أنا اللي بحكي كلمة وبرجع عنا ولو على دمي. سيك على شواربة. شو عم تستنى يا بي؟ الأصيل ما بتهينه هينه ولا بيخاف من الموت. وأشواربي قول.